بتجربته الفنية المميزة ما بين الغناء والتلحين وكتابة الشعر، أثبت اسمه. تجربة استندت على التراث الغنائي الشعبي السوري يلي بيمتد من فجر الموسيقى السريانية وصولا إلى تراث الأجداد بالعتابة والميجنة والمواويل. أكيد سالي، ضيفنا الفنان إياد حنا يلي عمل على تقديم فن بيرتبط بحضارة سوريا وتاريخها العريق. آخر حفلاته لهالصيف واللي ترك فيها بصمة مميزة كانت بمهرجان القلعة والوادي 2017، وأكيد هو مرافقنا اليوم لحتى يكون مسك الختام برفقته ورفقة صوته والحانه. يسعد صباحك وكيفك؟ صباحكم اضحى مبارك، العام وانتم اضحى مبارك عليك يا رب. اهلا وسهلا فيك اياد، واضحى مبارك عليك وعلى كل السوريين. بدايه خلينا نحكي عن مشاركتك بمهرجان الوادي، كيف كانت مشاركتك وكيف كان الجمهور وتفاعل الجمهور؟ هلا مهرجان القلعه والوادي هو من اهم المهرجانات بسوريا يمكن وبالمنطقه، وأنا كنت سعيد جداً أن يكون أحد المشاركين فيه، يعني مع أسماء كتير كبيرة ومهمة. يعني نشكر الله قدرنا نقدم الفن تبعنا، وأنا ابن هديك المنطقة يعني أدرى بالشيء المحبب لإلهم لهذا الجمهور، والحمد لله كان نجاح الحفل يعني جيد والاصداء جيده. اكيد وحلوة. يعني اياد نحن كنا متواجدين وبنتذكر انه ناس ضلت حتى يمكن طلبوا منك تمديد الحفل لوقت متاخر من الليل وهن عم يستمعوا. حضرتك بتمثل سوريا كثير بمهرجانات برا وبتشارك، الغناء بين سوريا وبرا قد ايه بيختلف عند الفنان وقد ايه يمكن بيضل الغناء ببلده له طعم ثاني؟ هلا انا بشوف الفن السوري العظيم، يعني هو قادر على انه يوصل لكل العالم. بعطي مثال، مثلا اللهجه السوريه لما عملوا دوبلاج على الدراما سواء تركيه او ايرانيه او لاقت نجاح بسبب اللهجه السوريه. اغاني مثلا تبعنا، اغاني فيروز، اغاني الرحابنه بكل العالم محببه، حتى في جامعات بفرنسا بتعلم الموسيقى، بتعلم انه فيروز هي من اجمل الاصوات بالعالم. ما هي بنت المنطقه تبعنا يعني. انا ما بعترف على ساكس بيكو، يعني انا عندي هي سوريا. اكيد بقى الفن السوري وين ما بيكون بالعالم بيلاقي اقبال ونجاح. اما بخصوص انه ببلدك، هلا اكيد الانسان السوري بمزاجه الخاص بيقدر يفهم الفن تبعك ويقدره اكثر ويحس فيه أكثر من اللي برا، ولكن هو سواء برا ولا جوا الفن السوري يعني له تأثيره حلو. تمام إياد، أنت عم بتقدم فن ملتزم أمام موجات عديدة من الفن اللي هلأ نازلة على السوق حديثا. يعني ما رح نقول مو ملتزم، ما رح نقول شيء ثاني تماما. يعني موجات يمكن خلينا نقول، ما بدنا نقول فن هابط ولكن متنوع. لأي حد قادر اياد انك انت توصل هذا الفن الملتزم امام هيدي العجقه والفوضى؟ هلا انا هذا مو مسؤوليتي، يعني انا بقدم الفن تبعي من الحاني، من كلمات او من غناء، انا بقدمه، ولكن هي مسؤوليه اعلام وشركات انتاج. بالمناسبه هذا الفن اللي بسموه هابط، انا ما بسميه هابط، انا بسميه نوع من انواع الفن، واذا شي مره سميته هابط بيكون لوصل الفكره، ولكن هو فن موجود وله جمهوره. انا شخصيا لما بكون عم بحضر حفل هيك فرح او عرس او بحب اسمع هذا الفن. في ناس له وقته تماما، له وقته وبيروح ما بيبقى. بس يمكن احنا صعب هلا بهذا العصر كونه الفن اللي عم نقدمه الملتزم ما انه محبب لشركات الانتاج. هلا شركات الانتاج بتركض ورا الشيء التجاري اللي بيجيب لها مال اكثر ما الشيء الفن الحقيقي الحلو يلي بيوصل رسالة أو بيرفع الذائقة لدى المستمع أو حتى بينمي شيء بسلوك الفرد. يعني أكيد يعني إياد، مثل ما بتتميز بين الفنانين الشباب بثقافتك وأكاديميتك، تتميز بألحانك وبصوتك المميز، لهيك حابين نسمع شيء من منك تسمعنا إياه لو سمحت. لإلي أنا؟ اللي بدك إياه، على ذوقك. ذوقك حلو فنحن عنا ثقة شو ما اخترت.
حناية من كلماتي وألحاني ما بطلع من سوريا طلعوا من راسي هي أرضي وأهلي فيها ورفقاتي وناسي ما بطلع من سوريا طلعوا من راسي هي أرضي وأهلي فيها ورفقاتي وناسي لو فيها وحدي رح ضل ما بتركها ولا رح فل هي سوري أم الكل روحي بعطيها روحي بعطيها زرت بلاد بشرق وغرب قالوا لي عندك في حرب خليك بأحلى البلدان تريح بالك والقلب استقبلني المستر جوليان قال لي مبين وضعك صعب عنا بتعيش بأمان بتاخد جنسية يا شب قلت له أم سوري مان أنا جنسيتي سورية قلت له أم سوري مان أنا من عيلة حمصية ما بطلع من سوريا طلعوا من راسي هاي أرضي وأهلي فيها ورفقاتي وناسي ما بطلع ما بطلع ما بطلع من سوريا الله يعني أكيد كلنا ما منطلع من سوريا يعني بعد هالحكي شو بدنا نقول؟ تماما يعني بيوقف أحيانا الكلام عند بعض المشاعر اللي بيوصلها الفنان كمان إياد أنت سمعنا أنه أستاذ بالموسيقى وهلأ عم بتعلم أطفال ناشئين لا أي حد بتشعر بالمسؤولية تجاه الأطفال اللي عم بتعلمون أنا بعتبر التربية يلي إحنا نفتقر لها والدليل هو الشيء اللي صار البشع والقبيح بسوريا بنفتقر لها للتربية لازم نكون كلنا جنود يعني مثل ما الجندي السوري هلا واقف بهاي الأوقات لنقدر نعمل هالمقابلة اللي إحنا في حدا عم يحمينا يعني عم بيقدم دم عم بيقدم شهداء يعني الجيش السوري كمان نحنا كمربين أو كمدرسين نشعر بنفس الشيء الإحساس الوطني أولا لأنه سوريا أنا برأيي بحاجة للتربية والتعليم لننهض بهالبلد وأنا واثق من نجاحنا بهذا الشيء وأنا بشعر بمسؤولية كتير كبيرة لأن تقريبا 1000 طفل أو 2000 طفل سلوكهم انتمائهم توجهاتهم رغباتهم هي مسؤولية برقبتك أنت اللي بدك تزرع فيهم محبة بعضهم ويعني وعملهم ببلدهم أكيد يعني إياد مثل ما حكينا بالبداية أنت من الفنانين يلي اشتغلوا كتير على الفولكلور السوري بتحب هذا النمط يمكن حتى الغنية اللي سمعتنا إياها هلأ وهي من تأليفك وألحانك اعتمدت هذا النمط الشعبي المحبب عند الناس يلي بيوصل يعني لما بسمعك بحس حالي عم بسمع وديع الصافي أو عم بسمع هاي الأسماء الكبيرة وأغنية هاي التوليفة قد يمكن بتتعب عليها وعندك حرص أنك تكون موسيقات شبيهة بهذا الشيء أنا ما بتعب بهيك نوع بالعكس هذا شيء أنا عم أقدم شيء بحسه فورا يعني أنا هلأ لما عملت نسمات بلادنا أو يا جدي أو ما بطلع من سوريا ما حسيت أني عم بتعذب لأعمل اللحن أو أكتب الكلام أنه هو شيء موجود جواتي ويمكن بمزاج أي سوري ممكن نلاقي هذا الفن ولكن أنه هو يطالعه وأنا كنت محظوظ بالأساتذة اللي علموني بالمعهد العالي نوجه لهم كل تحياتي تماماً أو بالماجستير بكلية التربية لأني أقدر طلع الشيء اللي جواتي بشكل حلو ومهذب نعم يعني إياد عم نلاحظ في خفتان لبريق الأغنية السورية مثل ما صار هلأ شوي مع الدراما برأيك شو هو هذا السبب؟ شو السبب يلي خلى الأغنية السورية تفقد بريقها ورونقها؟ دعم والتوجه نحو دعم الشيء تجاري ولكن الأغنية السورية موجودة من دور فيليمون وهبي اللي كان يغني بإذاعة القدس على دورهم ما كان في فلسطين ولبنان وسوريا كانت كلها هي البلد اسمها سوريا كان يغني بإذاعة القدس إجا على إذاعة دمشق راح على إذاعة يافا على إذاعة من هديك الأيام الأغنية السورية موجودة وما زالت لليوم
بكل لهجاتها اللبنانية أو الحلبية أو الفراتية خلينا نسميها، هي موجودة الأغنية السورية وما زالت، ولكن تسليط الضوء يمكن خف. وأنا كل مرة بقول الإعلام السوري مشكوراً عم بيسلط الضوء دائماً على الأغنية السورية، هذا الشيء كتير منيح. واجب أكيد أكيد، هذا أقل شيء إنك أنت تدعم ابن بلدك وتدعم خلينا نقول الصوت السوري الأصيل بهذا الوقت. لهيك كمان حابين نسمع منك أغنية بتختارها كمان على ذوقك. على سيرة فيليمون، أنا بحبه كتير لفيليمون، من ألحانه هاي يا كرم العلالي عن قودك لنا يا حلو يا غالي بشوف حبك أنا يا كرم العلالي عن قودك لنا يا حلو يا غالي بشوف حبك أنا وعدني حبيبي لن بده يجي الصورة غريبة وعقد بنفسجي وعدني حبيبي لن بده يجي سوارة غريبة وعقد بنفسجي باعت لي قمر وشوية صور باعت لي خبر بيقول لي الموسم على الجنة كرم العلا يا حلو يا سم هالصوت يا إياد. أكيد دائما مثل ما بنحكي دائما إنه الفن هو رسالة وهو هدف، لكل فنان له هدف وله رسالة معينة بحب توصل للجمهور. شو كان هدفك وشو هي رسالتك؟ هدفي أكيد مو الشهرة، ولا مرة بحثت عن الشهرة، بقدر ما هدفي بعد هذا التشوه اللي وصل له مجتمعنا. تعرضنا لتشوه كتير كبير بمجال الفن عموما، يعني سواء من ناحية المسرح أو من اختفى المسرح. وين المسرح حاليا بعد ما كان المسرح السوري من أهم المسارح يمكن بالعالم مو بس بالمنطقة؟ بحس إنه هدفنا أنا وزملائي وأساتذتي وطلابي نقدر نرجع الشمس الضوء تبع الفن السوري الحقيقي اللي موجود. أكيد يعني إياد بيظل هاي الظروف مثل ما قلت بغنيتك، لما الفنان بيسافر لبرا أو حتى السوري العادي بيقول له أنه شو بدك خليك هون. أنت كنت من الفنانين اللي لا كانوا يسافروا يروحوا يغنوا لسوريا برا ويرجعوا يعملوا حفلاتهم. هاي المسؤولية المجتمعية صارت إضافة حاليا، يعني مو بس صار في عندك أنت رسالة فنية بدك تقدمها، صار عليك مسؤولية اجتماعية كسوري. قديه بتشوف انه بهذا الوقت قدرنا بكل واحد بمطرحه يوصل لجزء من هيد المسؤولية الاجتماعية؟ هلأ الجهد مضاعف بكل الاتجاهات يعني. طبعا انا ما بلوم يلي بيسافر ليدرس او ليشتغل او ليطور ليشوح او ليحمل اسم سوريا لبرا، وفي كتير يعني من عظماء سوريا سافروا، انا ما بلومهم، كل حدا له ظروفه الخاصة إله مزاجه الخاص، ولكن أنا مع أنه تنهي عملك أنت أو دراستك وترجع لبلدك، والمسؤولية كتير كبيرة وفي عمول مضاعفة لازم يكون للجهد لنقدر نرجع لمكاننا الحقيقي بين الأمم العظيمة، لأن سوريا من عمرها هي أمة عظيمة ولازم نرجع لمكاننا الطبيعي بين الأمم العظيمة. وأنا هلأ تذكرت جبران بكل كتاباته إذا مو بأغلبها بيستخدم أمتي العظيمة سوريا، بلدي العظيم سوريا، أمي سوريا، لأنه بيشوف أنه سوريا عم بتمر بفترة نوم اللي بيسبق النهوض، وأنا مؤمن بهذا الشيء. ويعني جبران معلم كبير يعني، والفلسفة اللي طرحها أثبتت أنه هي شيء مهم، وبالتالي سوريا بدها تنهض. أكيد أكيد إياد، سوريا رح تنهض بهمة جيشنا بهمة شبابنا بهمة فنانينا اللي مثلك. قديش بتلعب دور ثقافة الفنان وقراءته ليقدر يوصل من خلال أغنيته الشيء يلي هو لازم يوصل؟
من النادر هلأ ما نشوف فنان مثقف مثقف أو بيبحث عن هذا الشيء أو بيقرأ، وهذا يمكن في توجه عام حتى عند بعض الجمهور إنه لبسك الفيديو كليب أغنية بتعمل جو، المغني هذا بيعمل جو. أنا ما بشوف صعب إنك تعمل جو، يعني أنا بشوف إنك تعمل جو هو مثل الأذى، يعني إياد فيه يعمل جو إذا على صوت الأورج تبعه، الأورج جبنا الطبل ورأسنا جنبه ويلا يلا مع بعض فوق، هي مو شغلة صعبة، ولكن الصعب إني أنا أعمل جو بدماغه صحيح للإنسان صحيح وبنفسيته صحيح وأنا بركز على الطفل. تمام. أكيد يعني إياد نحن اليوم ما فينا نقول إنه رح نشبع من صوتك معنا، نحن مبسوطين إنه عم نسمع هاي الجرعة من الفن الأصيل وأكيد عم بشاركنا فيها مشاهدينا ومتابعينا. شو بتحب كمان سمعنا؟ بحبك يا سوريا يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. بحبك يا سوريا يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. تسأل شو بني واللي ما بني، تسأل شو بني واللي ما بني. حبك يا سوريا يا وطني، سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروعة عالداير نار وبواري. سألوني شو صاير ببلد العين، مزروعة والداير نار وبواري. قلت لهم بلدنا رح يخلق جديد، سوريا الكرامي والشعب العنيد. شو ما صار هذا، ما فيني اوصف لك الاحساس اللي شعرنا فيه وقت غنيت هيدي الغنيه. ان شاء الله يا رب بترجع البسمه والفرحه لكل شبر بارض سوريا، وهو رجع بعد هالانتصارات يلي عم يحققها جيشنا. قديش حبك لسوريا بيعطيك طاقه، بيعطيك قوه لانك تقدم اكثر واكثر. ايه طبعا واجبي كمان اني انا اقدم هذا الشعور، متأصل بأي إنسان بيحب وطنه إنه يقدم ويحافظ على نظافة وطنه. أولاً نظافة وطنه ونظافة عقله يلي بتخدم هالوطن. وأنا بدي رد سلفاً على إنه اللي بيقول لي عم بتغني لفيروز كلمة لبنان سوريا، أنا بعتبر فيروز والرحابني أهم مدرسة قدمت للفن السوري، وكتير من عباقرة جبل لبنان تغنوا بسوريا لأنه سوريا بلدهم. سعيد عقل لما قال شام وهذا السيف لم يغبي، ما كان عم بيمسح جوخ لسوريا، أكيد هو سوري ومؤمن بسوريا. أكيد. ومثل ما قلت يمكن كلياتنا ما في هاي الحدود والحواجز اللي حتى يمكن استعمار من سنين، نحن كلياتنا سوريا الكبيرة، وهذا الشيء دليل موجود هلأ في شواهد كتير موجودة. تماما. أصلا نحن إذا منقول إنه فلان لبناني وفلان سوري، ما جبران عم بيقول لك أمتي سوريا وبلدي سوريا، شو يعني؟ يعني هو سوري. أكيد. هلا أنا حمصي، بحب حمص كتير، ولكن أنا سوري. جبران بحب لبنان كتير ولبناني، وأنا بحب لبنان، ولكن هو سوري. اللي بيقول إنه لبنان وسوريا أو الأردن أو هو عم بيكرس ساكس بيكو، عم بيروج له وعم ينشره. أنا بشوف سعيد عقل لما حكى عن الشام خير من عبر بأصالته
وثقافته وحبه واخلاقه عن سوريا. خير من عبر عن جمال سوريا لما بيغني لبردة بيقول الشعر عن بردة، او احب دمشق هوايا الارقه، احب جوار بلادي. عم بيحكي بصدق، وبالتالي انا بشوفهم هن سوريين وهن سوريين. اكيد سوريين يعني، وبنفتخر كمان بكل صوت سوري. كمان شو بدك تسمعنا؟ ما عم نمل منك. شو ليلي ولا مو ليلي؟ شو ما بدك، شو ما بدك. قلنا لك من البدايه ذوقك حلو، عنا ثقه. نسمات بلادنا كلامي ولحني. يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب، طولنا ببعادنا. يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا، اشتقنا تنلاقي الأحباب، طولنا ببعادنا. اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية، والفرحة بصوت غنانين وزقفة أمي وبي. اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية، والفرحة بصوت غنانين زقفة أمي وبي. وللعنبات الحليانين بقلب الجرة منتظرين، والعنبات الحليانين بقلب الجرة منتظرين. شو بتحسن مشتاقين نسيروا نخب بلادنا، يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا. اشتقنا تنلاقي الأحباب، طولنا ببعادنا. ودينا عبلاد الحب المشتاقة لأحبابها، يا نسمي دايب هالقلب عشمي من طرابها. ودينا على بحر عكفر الغامر هالنور، ودينا عكفر الغامر هالنور. بتلاقي عنا العصر بيغني بأعيادنا، يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا. اشتقنا تنلاقي الأحباب، طولنا ببعادنا. يعني عن جد سالي لما بتسمعي أي غنية، وكل غنية بيقولها إياد من كلماته وألحانه، بتحس حالك مشغل الراديو على شيء مدري كم سنة. شيء سوري، شيء سوري أصيل، فن هيك بسيط بيفوت على القلب بسهولة. هاي السهولة قديش بدها دراسة كمان؟ ما بدها دراسة، أنا برأيي هي فطرة. الأفكار اللي بدك تطرحها بتخاف إنك مثلاً كمان ما توقع بمطبات التقليد، أو يقولوا يمكن إنه سلمى شيء شبيه، أو يمكن البيئة بتلعب دور كونه من الوادي، ف انت ربيان بين منطقه مناخيه قمه بالروعه بين شجر وزهور. ايه تماما، هذا الشيء بيأثر. هلا احنا ما فينا نفوت بشيء اسمه تقليد، لانه انا اذا بسمع نصر شمس الدين ووديع ما فيني اقول هذا عم بيقلد هذا، ما هن نفس طريقه الغناء. هذا الغناء الجبلي هو نمط، هو مدرسه. انا لما بسمع لحن فيليمون او لحن عاصي أو من سوريا الأستاذ سهيل عرفة، ما فيني أقول هذا عم بيقلد هذا، لأنه هي مزاج، هذا المزاج السوري. الأكاديمية والدراسة للموسيقى فادتك بهذا الشيء؟ تثق لك طبعاً، أنت بخليك تعرف حالك شو عم تعمل، كيف الجملة. حتى إذا بدك توزع، يعني اللي دارس الهارموني أو الكونتربوان، وبشكر أساتذتي يعني منهم الأستاذ بيلا هلأ بروسيا الله يوجهها للخير، أستاذ نوار خوري، يعني اللي علمونا هي الأمور التوزيعية. هذا الشيء بفيدك وبيسقلك، بخليك عم تعرف انت توظف فطرتك بشكل حلو للمستمع، ما تطلع عشوائية. تمام، يعني مثل ما قالت سلمى، الدراسة مع الروح مع الفن وقت تجتمع فهننا بيشكلوا مثل معادلة متكاملة. تمام. خلينا نسمع كمان شيء أخير منك بصوتك الجميل. شو بتحبون؟ انت شو حابب تسمعنا لسوريا؟ لسوريا؟ ايه. هي يمكن كتبها نزار قباني، مو متاكد.
قالوا إنك تسهر معه طبعا طبعا قالوا إنك تسكن معها طبعا طبعا عيناها بيتي والسريري ووسادة رأسي أضلاها تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني إصبعيها ضميني يا أحلى مرات لو صمتت قلبي يسمعها ضميني لو صمتت قلبي يسمعها يا شام يا شام يا شام وهل خلق الله مثلك في الدنيا سوريا الله الله يعني اليوم إياد أضفت لنا نكهة خاصة من الثقافة من الفن من الرقي الحمد من لله من الغناء نحن كتير بدنا نتشكر بوجودك معنا أنا بتشكركم وبتشكر أنه أنتوا فتحتوا لي النفس على الغناء لأنه الغناء صباحا صعب كتير شكرا لكم شكرا أنا بحب الإخبارية وبحب متابعين الإخبارية وكادرة بيقدم شيء عن جد كمان بيساهم بإعلام راقي وملتزم ومفيد أكيد شكرا لك بنفتخر بهالشي نحن بنفتخر بشهادتك وبشهادة كل فنان سوري أصيل مثلك تسلم. قدر أنه هو يثبت نفسه ويحط بصمة سورية بوقت كان محت البصمات فيها شكرا نشكر الله الحمد لله شكرا كثير لحضورك معنا